ومش عارف مثلا شو هيصير معي بعد التخرج، شو اكيد تطلع على ايش مطلوب في المستقبل، المستقبل القريب، والحق الباشن تبعك اللي اتميتس ايش مطلوب في المستقبل او المستقبل القريب. يعني مش بس شو مطلوب، انت كمان شو بتحب، معدلك اكيد حيفرق، شو التخصصات اللي انت معروض عليك او اللي بتقدر تسويها، وين البوتنشال كانتريز او الاماكن اللي انت ممكن انك انت تكمل فيها حياتك او تشتغل فيها او تعيش فيها. مرحبا جميعا، جاسم مصطفى، فيديو جديد ونومور واسئله جديده من المتابعين في الكومنتس على الفيديوز اللي بنزلها عن الشغل والوظيفه والتوظيف ودوله قطر والمعيشه والبلاوي الزرقاء اللي بحكي فيها، فخلينا نبلش. سؤال جديد اجى على فيديو، كيف تلاقي شغل في قطر والامارات السعوديه، وظائف مطلوبه. السؤال، يعطوا فيزا للسوريين هلا او لا؟ اللي بدي احكيه انه للاسف في دول فيزا السوري صعبه، مش السوري لحاله، والفلسطيني اللي من غزه، وانا اصلي فلسطيني لكن معي جواز اردني، فكانت الفيزا سهله. فاللي بدي احكيه انه للاسف مرات نعم الفيزا بتكون صعبه لكن مش مستحيله. ف اشوف شو الاسم. ف يا طارق محمد حاول لانه ممكن انها تزبط معك، فبالتوفيق. السؤال اللي بعده برضه على نفس الفيديو، شكرا اخ جاسر، باي موقع اقدر ادور على وظيفه لماجستير بالهندسه الزراعيه؟ ما دام ماجستير معناته اكيد في الجامعه تقدر تدرسي و او تدرس، ما بعرف، و اكيد تقدر تدور على مواقع الوزارات او شركات اللاندسكيب، الوزارات مثل وزاره التخطيط العمراني، وزاره الاشغال العامه، وممكن انك انت او انت تقدم على الشركات العامله في مجال اللاندسكيب والزراعه. نروح للسؤال اللي بعده على الفيديو اللي كان اسمه هل 20,000 كافي للعيش في دوله قطر او لا؟ السؤال كان من العالم الشيق او العالم الشيق. المهم، مجهود رائع مهندس، انا اعمل في المانيا براتب 4000 يورو واوفر، سبق عملت في قطر براتب 15000 ريال ولم استفد شيئا. هذا عباره عن كومنت انا بس بدي ارد عليه. 15000 ريال مش مبلغ صغير في دوله قطر، خاصه اذا انت اعزب او انت وزوجتك بس. فحسب ايش الوضع المعيشي او الوضع الاجتماعي او وضعك اللي انت عايشه في دوله قطر. لكن اذا متزوج وعندك اولاد فاكيد 20000 ريال او 15000 ريال عفوا مش مبلغ كافي، يمكن يخليك تعيش منيح لكن ما حيعطيك ابيليتي انك انت توفر. فبدك تكون دارس وضعك كثير منيح، وغير انك انت هل معك عائله ولا ما معك عائله، فاللي بيفرق معك كمان هل عندك التزامات او ما عندك التزامات. فضروري تدرس وضعك كثير منيح قبل ما تقرر انك انت هل الرقم كبير ولا مش كبير. يمكن شكل الرقم كتابه يكون كثير كبير لكن فعليا في الواقع انت على التزاماتك وعائلتك ما يكون كافي، فضروري انك انت تعقل وتتوكل. عماد ريل، عماد ريل على الفيديو اللي اسمه كم الراتب الشهري في قطر، المعاش الشهري في قطر، بيحكي لي: السلام عليكم، عندي استفسار قد يكون قريب من موضوع الحلقة وبعيدا عن موضوع الرواتب والأرقام بالتحديد، إذا درست BMP وامتحنت باللغة العربية بغرض أني أنجز بسرعة لأن الإنجليزي بتاعي مش 100%، هل ده بيقلل من قيمة، من شكله الشاب مصري، هل ده بيقلل من قيمة الشهادة وفرص العمل؟ الجواب لا، ما دام معك BMP فمعك BMP بغض النظر شو اللغه اللي اخذت فيها. واصلا الشهاده اتسلف يعني مش هي المحور الحياه، المهم انت قديش عندك خبره في الشيء اللي انت اخذت فيه هذا الشهاده وشو بتقدر تفيد الشركه فيه وشو البوزيشن اللي رايح عليه اساسا. هلا اللي بعده بيحكي، هو نفس السؤال بس الجزء الثاني: وهل في حاله حصولي على الشهاده وانا خريج اقتصاد ومش تقني او هندسي بيقلل من قيمه الشهاده او من فرص العمل؟ اذا كنت راح تروح تشتغل في القطاع الهندسي ممكن انه ياثر، ممكن مش اكيد، فبدك تعرف انت وين رايح. انا خريج اقتصاد، يعني هل توجد نسبه جيده للتوظيف في حالتي؟ نعم. لا، مش دائما الماستر او السيرتيفيكتس او البي ام بي انه هم اللي راح يوظفوك. اول شيء التوفيق من ربنا بيلعب دور طبعا كثير كثير كبير، هو اهم شيء. الشغله الثانيه حظك انت، حظك حلو ولا مش حلو. ثالث شغله شخصيتك والاتيتيود تبعك في المقابله وقديش عندك خبره ومعرفه في المجال اللي انت ممكن انك انت تتوظف فيه، وشغلات كثير اكيد راح تلعب دور. ف مش بس موضوع انه معك BMP او متخرج من اي
مجال. انا خريج اقتصاد وعلوم سياسيه عام 2018، يعني انت لسه جديد ما تستعجل. عملت الرخصه الدوليه لقياده الحاسوب ICDL، اوكي يعطيك العافيه، بس ما حدا راح يسالك عنها بالمره، ما حدا راح يسالك عنها. وكذا كورسات محاسبه ماليه والكترونيه، هذا شيء كثير جيد في مجالك. وحاليا شغال محاسب في شركه مقاولات وعقارات، بس مش شايف نفسي ما حاتقدم كثير في المحاسبه، وصعب اتطور لان المحاسبه مش مجالي الاساسي اصلا، بالاضافه لاني شغال في غربه وانا المحاسب الوحيد، بالاضافه لاني لاحظت ان الشخص اللي اعلى منك تقريبا مش عاوز يساعدك عشان تطور في المجال. طبعا هذه شغله ما بنقدر نعممها، بس هي مرات كثير بتكون موجوده انه ما بده اياك تتعداه او تاخذ مكانه، سبيشلي اذا كنت شاطر ونبيه ومبين عليك انك انت حتتقدم بسرعه. فيس مرات الناس ما بترضى تعلم او تساعد بسهوله عشان تطور في المجال، زي مش زي في بلدك. فخايف دوري يقف على محاسب اشبه بداتا انتري. والله شوف لهون قبل ما اكمل، اذا الموضوع موقف معك على هيك، فكثير بسمع جمله يو ار نوت ا تري مو السريع، يعني ما تستنى. طيب مع كامل الاحترام طبعا، عشان كده نفكر في البي ام بي عشان احسن من مستواي الوظيفي في المجال الاداري عموما او المشاريع والمقاولات. من وجهه نظرك، هل قراري لتحويل المسار الاداري بدل المحاسبي افضل، خصوصا اذا نجحت في الحصول على شهاده احترافيه زي بي ام بي؟ الشهاده مليون مره عم بحكيها، الشهاده مش الاشي الاساسي، المهم انك انت تكون مانجر تقدر تدو ذا مانجمنت ان ذا بروفيشنال واي وتزبط معك ويكون الفرصة موجودة اصلا. يعني بدك تدير بالك من هاي الشغلات، يعني مش بسوء، مش بس انك تاخذ بي ام بي راح ينحل موضوعك، هاي شغلة كثير مهمة. وملاحظة، انا درست كورس بي ام بي في السودان قبل اسافر، والموضوع شيق وممتع جدا، بس ما بدأت مذاكرة فعليا للامتحان. شاكر جدا سلسلة فيديوهات القيمة. اول شيء شكرا لك للسؤال، شكرا انك انت اخذت وقتك تكتب كل هذا الكلام، وشكرا لثقتك اني انا الجواب ممكن يفيدك من جهتي. فاللي بحكي لكم اياه دائما، موضوع الشهادات والبي ام بي والمش بي ام بي والماستر والى اخره، اذا ما في فرصه تتطلب الشهاده فهي مش كثير حتفيدك. اذا انت بدك الاشي اللي فعليا راح يفيدك هو انك انت تطور مهاراتك في المجال اللي انت قاعد تطلع عليه عشان الناس تحكي معك تقول لك اهلا وسهلا بدك تشتغل معنا، بعدين بتصير الشهاده تدعمك، مش لانه انت معك بي ام بي مثلا فانا راح انبهر وراح احكي معك. لا، شهادة هاي موجودة مع مليون ألف شخص في الكوكب، فالفكرة انه انا بدور على الشخص المميز اللي فيهم اللي ممكن يسعف البوزيشن او المشروع اللي انا بدي اياه تو ليد او تو مانج او تو وات ايفر. سو نطلع موضوع الشهادات، لانه الشهادات هي منيحة مش منيحة، وانا واحد من الناس بحب اخذ شهادات، بس باخذها في الوقت المناسب وباخذ الشهادة اللي فعليا انا بشوف انها هي راح تفيدني. وبالتوفيق، وان شاء الله بشوفك اكبر بروجكت مانجر في الكوكب. في شغله كثير ضروريه، هل انا احول من محاسبه للاداره؟ الشغله الوحيده اللي بتحكي لك تحول من محاسبه للاداره، هل انت مش لاقي حالك في المحاسبه وهل انت بتحب الاداره؟ اذا الجواب يس موف، يعني انت يو ار كرييتنج ا نيو كارير باث او انيشيتنج ا نيو كارير باث بدك تشتغل عليه مش بسهوله، يعني مش انك لما تحول للاداره راح تبلش الوظائف والمصاري والرواتب، لا لا لا، انت راح تبلش من اول وجديد في مجال الاداره، فدير بالك من هاي الناحيه. ومرة ثانية بالتوفيق. السؤال اللي بعده من عبد الله ابو نهل، يعطيك العافية مهندس، في سؤال مهم، هل الدرجة العلمية بكالوريوس او ماجستير بيأثر على راتب المهندس؟ المهندس تحديدا في شيء اسمه التصنيف، التصنيف يتصنف متدرب سي بي اي استشاري او خبير، فحسب كم عدد سنوات الخبرة وحسب شو معك شهادات. الماجستير بتأثر في سرعة تصنيفك وبتضيف كأنه سنتين لتصنيفك، اذا كنت انت اليوم عم بتصنف بي والماستر راح يعطيك بوست وانك انت تصير اي تصنيفك وانت اصغر في العمر من المتطلب تبع هذا التصنيف، هون هو المكان الوحيد اللي بس راح يأثر فيه على راتبك، لانه الشركة اذا بتدور على مهندس تصنيفه اي فراح تاخد راتب اعلى من المفروض تاخده وانت كان تصنيفك المفروض يكون بي، بس لانه معك ماستر فتصنفت اي، هون بفرق معك الراتب طبعا حسب الشركة وحسب الوظيفة. والماستر هيعطيك ability انك انت تدرس كمان في الجامعة I think، فهون برضو بفرق معك شو المسمى الوظيفي اللي انت جاي عليه او شو الوظيفة اللي انت اساسا راح تشغلها. فمش بس شهادة الماستر اتسلف، شهادة الماستر وشو السيركمستانسز اللي حوالين الوظيفة اللي انت جاي تشتغل فيها. روح السؤال اللي بعده، حسون ابو عبدو، السلام عليكم، ينادى عليك بالصحة والعافية بهذا الشهر الفضيل، بس حاب اسألك ما هي اكثر الاختصاصات المطلوبة في قطر وخاصة كأجنبي؟ الهندسة، construction، البناء،
المحاسبة، في كثير تخصصات، بس انت احكي لي شو مجال تخصصك عشان احكي لك ايش التخصص الدقيق اللي مطلوب. اما شو التخصصات، في كثير تخصصات مطلوبة، اكيد الهندسة والمشاريع والكونستراكشن والطرق والجسور واللاندسكيب والرياضة والاعلام مطلوبين، محاسبة وقانون مطلوبين، بس مش كثير بعرف شو الجنسيات اللي كثير مطلوبة فيهم. حط لي انه لا يزال طالب ثانوية هاي السنة، عندي شهادة رسمية البكالوريوس علوم عامة، وكنت عم ابحث عن الاكثر طلبا قبل الدخول في مجال محدد. لا تاخذ دولة قطر ايش التخصصات المطلوبة فيها، فانا راح اروح عليها. لا، انت سؤالك لازم يكون مختلف، ايش التخصصات المطلوبة في الفيوتشر القريب، يعني بعدين بحدد وين الدولة اللي بدي اروح عليها. فاي شيء انه دخل في التكنولوجي والاقتصاد والسياسة والطب والتمريض والصيدلة مطلوبين. الهندسة مشبعة، هندسة الكونستراكشن والطرق والجسور مشبعة، لكن اذا دخلتها وتميزت فانجوي، وان شاء الله انك انت بتلاقي احسن فرصة. ودائما انا بحكي مش قديش مطلوب هذا الشغل يعني هو اللي حيحدد، لكن اذا انت قادر على انك انت تكون شخص متميز او شخص مميز او شخص شاطر في تخصصك، شخصيتك حتخلي الناس تطلبك. ف مش كثير موضوع ايش التخصص المطلوب في المستقبل او في المستقبل القريب هو اللي راح يحدد فرص عملك. اذا انت على الافرج ومش عارف مثلا شو حيصير معي بعد التخرج، اكيد طلع على ايش مطلوب في المستقبل والمستقبل القريب، والحق الباشن تبعك اللي اتميتس ايش مطلوب في المستقبل او المستقبل القريب. يعني مش بس شو مطلوب، انت كمان شو بتحب، معدلك اكيد حيفرق شو التخصصات اللي انت معروض عليك او اللي تقدر تسويها، وين البوتنشال كانتريز او الاماكن اللي انت ممكن انك انت تكمل فيها حياتك او تشتغل فيها او تعيش فيها. لهون بدي اوقف على هذا البارت او على هذا السؤال لهذا الفيديو، وان شاء الله انها تكون فيديوهات مفيدة، وان شاء الله اني اشوفكم في المرات الجاي، وسلام.